عندنا شركة ريدكون بتقوم بنشاط المقاولات ونشاط التطوير العقاري. شركة ريدكون عندها مشروع كبير موجود في التجمع الخامس اللي هو اسمه جولدن جيت. المشروع ده بيتبع مبادئ الاستدامة والبناء الأرضي. ده توجه الدولة وتوجه العالم كله للفترة اللي جاية. ده أكبر مشروع يعتبر تجاري إداري على التسعين الجنوبي قدام الجامعة الأمريكية. يعتبر من أكبر المشاريع في هذا المجال، بيتميز بحاجات مهمة جدا زي أن ارتفاع الدور الإداري 4 متر والتجاري 6 متر، نسبة الجراشات للمساحة البنائية تصل إلى 1.3، وده رقم كبير جدا. عندنا حوالي 8500 وحدة جراش، ده رقم يعتبر كبير جدا بالنسبة ل 200,000 متر. المشروع ده هيتميز كمان غير إداري وتجاري، هيبقى فيه فندقي وشقق فندقية، ودي توجه الدولة محتاجاه عشان توصل دي لعدد السياح 2030 ل 30 مليون. شركة المقاولات بتشتغل مع معظم القطاع الخاص ومع الحكومة، مشاريعها تصل على السنة الجاية إلى أكثر من 30 مليار حجم أعمال. إجمالي تكلفة المشروع بتاع جولدن جيت أكثر من 35 مليار جنيه. مستهدف إن إحنا نعمل حجم مبيعات يفوق ال 11 مليار، قد يصل إلى 12 أو 13 مليار جنيه في 2025.